تترفل في ثوب الموهوبات كرويا رغم حداثة سنها. ألماز عليان تخطف الانتباه والاهتمام أينما حلت بسبب جودة ما تقدمه على المستطيل الأخضر. تلعب كرة قدم من طفولتها، ابتدأت مع عدة فرق في كولورادو في الولايات المتحدة لكرة القدم، بعدين اتطورت ولعبت مع راش which is يعني واحد من أكبر الفرق كرة القدم النسائية والرجالية في الولايات المتحدة وحتى في العالم. She started with Frederick Canute's Academy. ألماز بدأت اللعب في أكاديمية كانوتي، ومن ثم بدأت اللعب في الولايات المتحدة مع نادي كولورادو رابيت، وهو من النوادي المحترفة في كولورادو، وهي تلعب معهم بشكل دائم. ألماز التي تلعب حالياً في أحد نوادي كولورادو في الولايات المتحدة ترغب في السير على نهج عظيمات كرة القدم النسوية. لقد سبق والتقيت بمهاجمة المنتخب الأمريكي لينسي هوران، والتقيت أيضاً بنجمة البرازيل مارتا. التقيت هوران في كولورادو بما أنها لاعبة في الفريق الأول الذي ألعب له. أتمنى أن أحقق شيئاً أكبر مما حققته هي في المستقبل. عامل السن وحده من يقف حاجزاً أمامها حالياً للظهور وتمثيل أحد المنتخبات الباحثة عن ضمها، فالاهتمام مشترك سواء من منتخب بلاد العم سام أو منتخب النشميات. أتمنى اللعب لمنتخب أمريكا أو الأردن، لا فرق إن جاءتني الفرصة للعب مع أحدهم أو اللعب مع منتخب الإمارات لملا. She wants to play for the Jordanian national team. هي تحب اللعب مع منتخب الأردن. لقد زارت المنتخب والتقت بالمدرب واللاعبات خلال بطولة العالم التي احتضنتها الأردن في العام الماضي، ورحبوا بها وأخبروها بأن تعود بعد سنتين لأنها ما زالت صغيرة على الانضمام إلى المنتخب. مستقبل باهر في انتظار ألماز إذا واصلت مطاردة أحلامها، معتمدة على قواعد هامة للنجاح أبرزها المواظبة والانضباط.